السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحلقة جديدة من مع الناس. المحسن أو الحلاق مهنة قديمة تطورت لا شك، وعلى فكرة المحسن أو الحلاق الوحيد اللي تنزل راسك له، والمحسن ما حد يستعملها الحين، كلهم يستعملون كلمة حلاق، بعضهم له أسامي ثانية ما أدري الحين. أول يا أدراع يا تواليت، الحين قصات أشكال وأرناق وشيء عجيب يعني اللي تشوفه. على العموم خلنا نشوف التقرير ونرجع لكم. أنا محمد القطان، حلاق كويتي. اتجهت إلى مهنة الحلاقة وأنا عمري 30 سنة. أول ما مارست هواية الحلاقة تعرضت حق انتقادات وصعوبات كبيرة من بعض الأصدقاء، من بعض العائلة، لكن تغلبت على هالصعوبات هذه. بعد ما أهين الشخص وأحلقه وأشوف النتيجة الإيجابية والحلوة اللي سويتها، هذا أكبر دافع إني يخليني أستمر بالحلاقة. أشجع كل شاب كويتي عنده طموح إنه يتوجه حق العمل الحر، يتوجه حق المهن والحرف. إذا كان عندك أي هواية لازم تنميها وتستغلها صح. ضيفي وضيفكم الشاب محمد القطان، حياك الله أستاذ محمد. حياك. أنت محسن ولا حلاق؟ الاثنين يا بعض، محسن حلاق أي واحد. زين، شن هي القصات هذه الجديدة اللي تطلع؟ أنتوا تألفونها ولا تطالعونها من كتالوج ولا الزبون يبي يقول لك ولا أنت تقول حق الزبون؟ دائما في من زبون لزبون يختلف، يعني إذا تبي السؤال الأخير اللي هو الزبون يقول لك ولا أنا أقول حق الزبون. ساعات الزبون هو يبي قصة معينة، شايفها بمسلسل، شايفها بفيلم، شايفها برا بالسوق، شايفها أي مكان، شايفها على رفيجة يبيها هو. وساعد في زبون لا، يقول لك انا ابي شيء حلو علي وسوى. وهذا بالنسبه لي احسن زباين، احسن زبون هذا، احسن زبون يقول لي انا ابي. والله حتى اللي يقول لك ابي هالقصه هذه يوريني صوره ولا يوريني اي شيء، بالعكس هذا هم يعني هم زين، بس يقول لك ما ادري ولا هيك انت تقترح تسوي له شيء ما يعجبه، عرفت شلون؟ انت تقترح عليه ولا تقول طالعة كذي أول ما يقعد على الكرسي؟ طبعاً وتفكر فيه شوية، تقول ويهك أنت مال القصة الفلانية. أي كذي تقول له؟ صح، أقول له كذي. إذا واحد يعني قال لي أنا شنو أحسن تسوي لي، بالعكس أقول له أنصحه، أقول له مثلاً إذا هو مثلاً ما عنده لحية مثلاً أقول له حط لك لحية مثلاً، على حسب يعني قصة راسه ويها، علشان كل واحد له يعني قصة معينة تركب عليه. أنت
شو اللي خلاك تصير حلاق او محسن؟ يعني بدال ما مثلا يعني اللي يشوفك كذي يقول هذا يعني شيء ثاني الا حلاق الا محسن الا حلاق. شو اللي خلاك تروح حق هالوظيفه هذه؟ والله شوف انا يعني انا اول شيء احب المهن. المهن انا عندي يعني شغله احبها. حلاق بالذات حطيت ايدي دائما لما اسافر، لما اروح مع احد من ربعي، اروح مع عيال عمي ولا اي شيء، تلاقيني انا اللي احلق. انا احلق حق نفسي، احلق حق اللي وياي، عرف شلون؟ شوي شوي عد. بس لما ارد الكويت ما كانوا يعطوني رؤوسهم. الحلاقين موجودين، عرف شلون؟ كل واحد له حلاقه. لكن الفتره اللي طافت سكروا الحلاقين، تدري انت اي مالت كورونا، اي سكروا الحلاقين. فرصتك انت عاد تلعب بالساحه، تلعب بالساحه بروحك. ايه ها صارت لي، مو صارت لي فرصه كذي يعني، صارت لي ان الناس مضطره تقول لي تعرف ان انا ايدي بالحلاقه شوي زينه، عرفت شلون؟ لما مارستها شوي زياده مع عيال عمي، مع ربعي القراب علي حيل، عرفت شلون؟ ايوني اروح لهم، لا تطورت حيل مو شويه. يعني حتى لدرجه صاروا بس يبون يحلقون عندي ليومك هذا، عرفت شلون؟ بعد ما افتحوا الحلاقين، بعد ليومك يدقون علي، ليومك يبون يحلقون عندي انا بس. اي يعني هذا بالعكس شيء شجعني. انت الحين تدربت في روس خلق الله طول فتره كورونا، ها صارت خلاص صارت من صالحك. طول هالفتره وانت تعلم فروس تحسونه بروس القران. الشباب مو القران، لا الشباب. قط مره كذي خربتك راس واحد خربته؟ والله ولا مره. يح اي لان هذا اللي شجعني اصلا، يعني لو اني خربت راس واحد ولا شيء كذي يمكن كان هونت. اي بس انا اقول لك يعني بدايه بالبدايه كنت اذا يعني خربت شيء معين، يعني مثلا كنت حاط ببالي شيء اسويه، لا انا خربت اللي كنت بسويه، مو هذا اللي كنت بسويه. بالنهايه اوصل حق نتيجه مرضيه. يعني ما اقول لك ممتازه هذا اذا خربت يعني. بعدين قمت اعرف من اغلاطي هذه الصغيره، عرفت شلون؟ قمت اعرف شلون اني ما اسوي غلط. زين انت مو موظف؟ موظف. موظف اي هذا بعد الظهر تسوي هالسوالف؟ لا انا اصلا دوامي شفتات. شفتات يعني يومين باربع ايام، عندي هالاربع ايام انا. انت وين تشتغل؟ انا اشتغل بالدار العام الاطفاء. اطفائي. اطفائي ما شاء الله. عاد عندك روس وايد ها؟ الربع هناك ها؟ صح. الحين انت الالات اللي تستعملها مقص موس ايوه شنو هو بعد؟ عندك ماكينه مكان الحلاقه بانواعها، الحين في مكان الحلاقه يعني انواع وايد مو نوع واحد. عندك المقص لا زال يعني اداه مهمه، هي اللي اهم اداه يعني بالحلاقه هي والموس. قبل وللحين. ايه انت الحين جيتك انا مثلا. ايه انا ما عندي شعر. ياك حال من بعض. ياك رامي وقال لك ابي تحسون طالع وجهه شيء اول شيء ولا بس اي سريع ما تاخذ السالفه بال 15 ثانيه 20 ثانيه بس اشوف شو اللي يركب علي. شنو على اي اساس انت تقرر هذا يحتاج التحسونه وهذا يحتاج التحسونه وهذا يحتاج يعني الحين انا اشوف حجم مثلا قصدك كذا على الشعر ولا على اللحيه او لا لا الشعر شعر ايش الشعر يعني كثافة الشعر عندك ما له علاقة بوجهه ما هذا بلا لا علاقة برسمة الوجه يعني نفسه. إيه؟ في واحد يجيك وجهه مثلا ما شاء الله مدور، عرفت شلون؟ ما يصير تخلي شعره من هني شوية ومن فوق وايد، عرفت شلون؟ إيه؟ يعني لازم تخلي شوي يصير راسه هل مدور هذا زيادة على اللزوم يعني كذي زين، تخليه شوي طوالي بسبة الشعر هذا، واللي راسه طويل وايد يعني تخلي قصته شوي تعدل من رسمه راسه. اي زين اهلك
ايش رايهم في موضوع انك تصير والله محسن؟ والله في المحبط وفي في محبط اي في محبط طبعا يعني مو محبط بقول يعني على قولتهم يقول ايش معنى حلاق يعني البيت مثل البورصة ناس ترفع وناس تنزل عشان اي هو اكثر اللي يرفع ولا اللي يكبس لا اللي يرفع اكثر الحمد لله الحمد لله ايه. نوعية زباينك شباب والله كبار السن شباب اكثر كبار السن قد قربت ويا كبار السن اي جربت اي يعني ما حدث لك شيء موقف ويا خاصه كبار السن يبون يشوفون عدتك يمكن لهم راي اخر كبار السن يعني اكثر ناس تشجع صراحه يعني لما تقعد تحلقه طول الوقت يشجعك ويعني يدزك للامام يعني يقول لك روح كمل زين الصغار الشباب اللي مو صغار شباب يعني ايه انت جربت مع اليهال؟ اي وايد عندي تعال ايه شلون قدرت على اليهال؟ الصراحه هما اصعب فئه شلون؟ قول لي شلون؟ يعني حركيين واللي يبكي واللي ما يبي تعال ثبت راسه يعني ممكن اكثر ناس غيرت قصاتهم اليهال يعني حاط ببالي اقص له القصه اطلع بقصه ثانيه وسبه يحرك راسه وايد يبي يتحرك يبي يقوم انت وسيع صدر على اليهال؟ اي الحمد لله وسيع صدر عليهم بعض الساعات اليهال يصير شوي صعب اي اكيد في الفترة اللي أنت اشتغلت فيها شو اكتشفت؟ اكتشفت أن مثلاً المهنة أحسن من الوظيفة ولا شو اكتشفت؟ اكتشفت أن الإنسان إذا حط إيده بشيء راح يتقنه إذا هو وإذا هو يبي يتقنه يعني اليوم أي واحد حط بباله يشوف مثلاً يشوف اي منتج يشوف مثلا انا ما بيتكلم عن الحلاقه بيتكلم عن اي مهنه انا بالحلاقه اي الحلاقه انا خاطري اصير حلاق لكن والله الحلاقه خلينا نقول على الحلاقه اليوم انت تشوف الدش مثلا حلاق تشوف واحد دش بشكل وطلع بشكل حلو مرتب وكذي عرفت اذا صار ببالك انت بس ودك تشوف شكلك بهالشكل هذا وخالص تمام اذا حاب انك تطلع بالناس نفس النتيجة هذه لازم تحط ايدك وتجرب وصدقني راح تتقن الموضوع مرت عليك مواقف كذي تحسفت انك سويت شعر احد حمق عليك او ما رضى يعطيك بيزاتك مر عليك هالمواقف والله الحين ما رضى يعطيني بيزاتي لا ولا مرة بس انه في مرة واحد يعني متعود على قصة معينة قلت له ايش رايك وهو ما قال لي يعني هذا انت ما تبرعت انا قلت له ايش رايك انا اسوي اللي لقافه اي هذا اللي جاي يقول لي والله سو اثاره هو متعود انه يكون عنده زلف يعني عشان كان تشيله انت كان احق زلفه شي طالعني شي يقول لي ليش وجهه تغير كله تغير اي وجهه تغير لا وجهه تغير انه يعني مو راضي علشان يوم شاف زلفه شي طاح بالارض اي فقال لي ليش شي شلته قلت له خلاص ما الحين ما خلصنا احنا خلينا نخلص بعدين يصير خير يوم خلصت لا طلع راضي الحمد لله بس هو كان مو متقبل انه يشوف زلفه كذي إيه هذا من ذيل اللي يسمعون غناية يا أبو الزلف يا روح أنت الحين أسعارك مثل الجمعية ولا أسعارك أنت خاصة ما لها علاقة يعني لا مو أسعار خاصة لازم يكون حالي حال الحلاق الباجي يعني إيدي مو من ذهب يعني لا حلاق الجمعية يحطون قائمة كذي أنا نفس الشيء تقريبا ما بيقول لك حلاق الجمعيه لان الحلاقين الحين منقسمين حق ثلاث اقسام تقريبا حلاق الجمعيه وحلاق اللي هو بالمحلات التجاريه العاديه والحلاق البروفيشنال هذا عرفت شلون انا ما اخذ الوسط كاسعار ما اخذ مني الوسط يعني ما بياخذ العالي حيل ولا باخذ مع انه يعني عندي كلهم نفس الشيء تقريبا
الفرق بس بالدقه بالحلاقه. يعني انت بالنسبه لك الامور الماديه مي ذيك الاهميه يعني لا. انت قاعد اللي قاعد يزاول الهوايه يعني مو أيوة. ما بس ناوي على الاحتراف يعني ان شاء الله. في حياتك ما يبالك الا الحلاق ولا اكو شيء ثاني غير الحلاق؟ انا قلت لك انا احب المهن بانواعها، لكن الحلاق استهوتني لانه ممتعه وانت تشتغل فيها يا إيه الثانس كل ساعه منزل راس الرجال يعني تستانس فيها شلون يعني لك واحد بشكل طلع بشكل وهو مستانس يعني طلع بشكل حلو وطلع بشكل كذي فتستانس انت من وناسته يعني وناستك من وناسته هو. استاذ محمد انا شاكر حضورك، اتمنى لك التوفيق ان شاء الله والنجاح، تفتح لك محل. امين ان شاء الله. حياك الله. الأحبة هذا ما لزم، أنا بدر بولسي. طبعا الله.